سلام المسيح أخواتي الأحباء، برحب بيكم في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج المرأة المسلمة. أيضا برحب بمشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة في صفحتنا على الفيسبوك مباشر. حلقة النهاردة خصصتها لقضية هامة جدا، يعني من زمان وإحنا في برنامج المرأة المسلمة متعاطفين جدا مع القضية دي، وهي قضية الأيزيديين وداعش والأحداث اللي مروا بيها في السنين الماضية. يعني كانت أحداث أليمة والعالم كله بيتكلم عنها. اتكلمنا مسبقا في عدة محاور في هذا الملف، ولكن النهاردة هيكون معانا شاهد من داخل المجتمع الأيزيدي عشان يحكي لنا إزاي بدأت مأساة الأيزيديين. المحاور كتيرة في الموضوع ده، بالذات التطهير العرقي، محاولة إنهاء هذا المجتمع المسالم بشكل وحشي واستهداف بشكل واضح، كمان نساء الأزيديات اللي اتكلمنا عنهم كتير، ما بين الأسر والتعذيب والأسلمة والقتل، المخطوفين واللي ما زالوا مخطوفين، اضطروا انهم يهاجروا، الناس السيدات اللي شافوا ابنائهم امهاتهم ابائهم بيقتلوا امامهم، ملف كبير جدا يعني اللي يخص نساء الأيزيديات بالذات. بعد كده اطفال الأيزيديات، يعني مأساة كبيرة جدا، ما بين الرفض ليهم في مجتمعهم في نفس المجتمع بتاعهم الأيزيدي، أو إجبار الحكومة العراقية ليهم على أن يكونوا مسلمين كتبعية لآباء مسلمين دواعش. عيدها تاني، في الحكومة العراقية تجبر أو تريد أن تجبر أبناء الأزيديات اللي ولدوا في المعسكرات أو في حياتهم في الأسر أن يكونوا مسلمين تبعية لآباء مسلمين دواعش. أكترهم ما يعرفوش أبائهم، حتى الأم أحيانا ما بتبقاش عارفة مين الأب، لأنه يعني اغتصبوا عدة مرات، حدث حمل، يعني هناك قصص وروايات كثيرة في هذا الأمر، حتى يعني أنه هذا الأمر أصبح غير معقول، أنه واحدة ما تعرفش أبو ابنها مين، لازم تخليه دين بدين يتبع الجماعة بقى، مش يتبع شخص. سؤال هنطرحه النهاردة، هل هذا اعتراف من الحكومة العراقية أن هؤلاء الدواعش مسلمين حقيقيين؟ سؤال مطروح ليكو المشاهدين النهاردة، لازم يحكموا على هذا الأمر. هدفي مش أني أتكلم عن الحكومة العراقية، ولكن هدفي أني أتكلم على الفكرة الإسلامية. لماذا يفرض الإسلام نفسه على البشر بهذه الصورة؟ أينما وجد هناك إجبار هناك فرض. يا ترى رأي دور الفتوى الإسلامية في الدول العربية كلها إيه؟ من ضمنها الأزهر. أسئلة بيطرحها المجتمع اليزيدي نفسه. الأزيديين ناس مسالمين، لا يتدخلوا في ديانات الآخرين ولا يتدخلوا في حياة الآخرين، هم ناس يعني بيتعاملوا في مسألة الدين ده بشكل في خصوصية كبيرة، ويعني لا يهمهم الفكر الإسلامي ولا الفكر المسيحي، لكن يهمهم إن هم يعيشوا حياة فيها سلام. لما نتكلم عن الأطفال دول، نقول إنه الأطفال دول يعني بقوا دلوقتي الصورة الواضحة اللي نقدر نشوف بيها الأثر اللي سابه داعش والفكر الإسلامي اللي فيه. بسأل تاني، دور الفتوى في العالم الإسلامي كله، هل أنتم موافقين إنه الأطفال دول يبقوا مسلمين ولا لأ؟ في الحلقة دي هنسمع شهادة إحدى الناجيات الأزيديات، ومن ضمن الأمور اللي هنتكلم عنها حياتها كأسيرة ومعاناته، اللي هو مثل، هي تحكي لنا في كلمتين بساط مثل عن ما مرت به الكثيرات من الأيزيديات. حلقة النهاردة بعنوان أب لا أعرفه ودين لا أختاره. دي العنوان ده بيمثل قلب هذه الحلقة.
وقلب الفكر الإسلامي وقلب ما يعانيه هذا المجتمع. إحنا عايزين نقول إنه يعني هؤلاء الناس إذا كانوا الآباء الأمهات الجدود الخلان الخالات المتبقيين علشان يعرفوا هؤلاء الأطفال، من حقهم إن هم يختاروا ومن حق هذا الطفل إنه يختار. ودلوقتي خلينا بقى نرحب بضيف الحلقة النهاردة الأستاذ عيسى سعدو، هو إعلامي وناشط أزيدي، وأنا برحب بيك جدا أستاذ عيسى، وأشكرك على وقتك وعلى بحثك وعلى الفيديو اللي صورته لنا بشكل خاص لبرنامج المرأة المسلمة وتعاونك معنا النهاردة. بنصلي إن إحنا نستطيع اليوم ان احنا نقدر من خلالك نعطي صوت لمجتمعك، والرب يفتح باب لحرية الكثيرين من اهلك كمان. اهلا بك اخ عيسى. مساء الخير عليك وعلى مشاهديك الكرام ست اماني، وتحية لهذه المقدمة الجيدة والتي سنفككها ونعلق على كل نقطة ان شاء الله واحدة واحدة، و نعطي الحقائق وأيضا الآراء في ما يتعلق بها. أمين. أستاذ عيسى، أنت أيضا من الناجين في المجتمع الأزيدي، والحقيقة كتير إن إحنا أحيانا كتير بننسى إنه النشطاء اللي أصواتهم واضحة اليوم في يعني في المجتمع الدولي كله بيحاولوا إن هم يسندوا المجتمع الأزيدي، هم أزيديين أنفسهم، وهم أيضا ليهم خبراتهم الخاصة في الأسر أو في الهروب أو في فقدان كثير من أهاليهم. والحقيقة أنه إحنا عايزين نتكلم أولا عن خبرتك، أنت كلمنا من خبرتك وده بيعطي مصداقية لرسالتك، فقلنا اشرح لنا المشهد من خلال عينيك أنت، كيف حدث هجوم داعش عليكم والتداعيات اللي حصلت بعد كده، وكلمني عن خبرتك انت الشخصية في الامر ده. بس ياريت تثبت المايك بتاعك لانه بيعمل صوت شوية في على الهواء. نعم ست اماني، اعتذر عن هذا الخلل. بالنسبة لموضوع الايزيديين، في الحقيقة ست اماني كل ايزيدي كان في سنجار له قصة. نصف مليون ايزيدي، لكل ايزيدي قصة مختلفة. كل الإيزيديين تضرروا، ولكن بصورة مباشرة بعضهم وبصورة غير مباشرة. لو نتحدث أنا شخصيا، الهجوم، أنا كنت أسكن في جنوب سنجار في منطقة اسمها القحطانية. هذه المنطقة أود أن أتطرق إلى حقيقة تاريخية فيها. هذه في عام 2007 في نفس الشهر ذاته، في شهر آب، هاجمت عصابات داعش ب أكثر من 4 شاحنات مفخخة مناطق الإيزيديين، وخلفت أيضا ما تشبه إبادة جماعية. أكثر من 313 إنسان إيزيدي قتل في جراء هذه الشاحنات المفخخة، أكثر من 1000 إنسان إيزيدي جرح. المنطقة كانت منطقة طينية، أغلب المنطقة دمرت من خلال هذه. وفي الحقيقة هذه كانت أيضا إبادة، والإعلام لم يسلط عليها، ولحد الآن هناك مفقودين من هذه الإبادة، هناك مفقودين لحد الآن من الذين ذهبوا جراء هذه الأعمال الإرهابية في ناحية القحطانية. أنا سأتي إلى ما حدث في 3 آب 2014. نحن كنا كما قلت، في أنا كنت أسكن في هذه المنطقة. هجوم داعش بدأ فجر الثالث من آب من القرى العربية السنية المجاورة لمناطق الإيزيديين. الهجوم بدأ من منطقتين شرق وغرب القحطانية، هذه المنطقة التي ذكرتها. الهجوم بدأ، وفي الحقيقة هناك الكثير من العشائر العربية السنية ساندوا داعش في هذا الهجوم، وهذا كان الهجوم، هذا كان محور الهجوم الأكبر. المحاور الأخرى أيضا كان هناك أيضا قاموا مع داعش في مركز سنجار أيضا، وفي كذلك في معلش خليني شمال الجبل. أسألك على تفصيلة بسيطة هنا، لأنه الناس يعني حضرتك قلت أنه منطقة القحطانية، قبل كده قلت لي أنه منطقة القحطانية دي حدث عليها هجوم آخر كان من القاعدة. نعم، في تنظيم القاعدة الإرهابية التوحيد والجهاد. نعم،
فكان يعني في استهداف لهذه المنطقة بالتحديد من الإسلاميين أو المسلمين اللي موجودين حواليك. النقطة الثانية إنه حضرتك بتتكلم عن القبائل العرب المسلمين اللي موجودين حواليكم، وده يعني لما أما القصص بتتحكي عن هذا الأمر كتير سمعت ناس بيقولوا إنه جيراننا هم اللي ساعدوا داعش. فهل سؤالي هنا اللي حضرتك بتقوله ده شكله أوسع كتير من إنه جيراننا هم اللي ساعدوا داعش، بل بالعكس هو بيوحي إنه الجيران هم القبائل المحيطة كان في اتفاق بينهم وبين داعش، هل ده حقيقي؟ بالتأكيد. صدق أماني أنا سأذكر نقطة ربما لم تذكر في الإعلام، لولا الخونة من هذه العشائر لما استطاع داعشي أجنبي واحد من أن يمد يده على إنسانة إيزيدية واحدة، لما استطاع داعشي واحد أجنبي، إذا كانوا يقولون للشيشان والأفغان ما كانوا يستطيعوا أن يتطاولوا على إيزيدية واحدة لولا خيانة هذه العشائر العربية المسلمة إلى الإيزيديين. وكان استهداف، وأريد أن أذكر هذه النقطة، استهداف منطقة القحطانية أيضا كان بالتركيز على هذه المنطقة لأنها كانت منطقة إيزيدية خالصة، وهم كانوا يريدون إيقاع أكبر ما يمكن خسائر بالإيزيديين. كذلك في الهجوم الثاني أيضا في عام 2014 أيضا كان هناك استهداف لمناطق الإيزيديين، وبالتأكيد أنا سأؤكد على هذه النقطة، العشائر العربية السنية شاركت وبشكل كبير في مساندة داعش وفي قتل الإيزيديين وفي أسر النساء واغتصابهم وسبيهم وفق نعم نعم وفق الشريعة، يعني للأسف نعم. وفق الشريعة الإسلامية. وهنا يعني للأسف أنه احنا بنتكلم عن التعليم أنه المسلم أخو المسلم لازم يسنده بأي شكل، يعني السني والشيعي ممكن يتفقوا علشان في وسطهم كافر أيا كان دينه، إذا كان مسيحي ولا إذا كان أيزيدي. لكن خلينا يعني مرة أخرى أرجع لقصتك ومسار الصورة اللي احنا بنرسمها للمشاهدين النهاردة. حضرتك كان عندك كم سنة في الوقت ده؟ أنا وقتها عمري كان 22 سنة. نعم. أريد أن أكمل عن القصة. احنا طبعا كل الإيزيديين أكثر من نصف مليون إيزيدي مع بداية هجمات داعش الذي كان يمتلك عجلات للتنقل إلى المنطقة الجبلية هرب. الذين لم يكن يمتلكوا العجلات حاولوا لكن تم أسرهم في نصف في الطريق، والبعضهم كان يمشي على الأرجل ويحاول الهروب من المنطقة. وأتذكر في منطقة القحطانية في الطريق الرابط بين الجبل وبين المنطقة، بين جبل سنجار وبين المنطقة، هذا الطريق كان طوله أكثر من 18 كيلو. في منتصف الطريق قامت عصابات داعش إرهابية بالرميهم بالأحاديات وبكافة الأسلحة، وتم قتل كل من كان في هذه المنطقة. وهناك مقابر جماعية في هذه النقطة بالذات على الشارع العام حينما كان الناس يحاولون الهروب والنزوح إلى الجبل. طبعا إذا تحدثنا إلى حتى الذين لم يتمكن داعش من قتلهم، قام بحصارهم، ولو تمكن لما أبقى إزديا واحدا لقتلهم كلهم. أنا كنت من الذين تحاصروا في الجبل لأيام وبعضهم لأشهر، وإذا تحبين سنتطرق إلى هذه التفاصيل أيضا. نعم طبعا، ودي كانت صعوبة كبيرة على الكل، أطفال وعجائز ويعني شباب لمدة شهور في أماكن جبلية ليس فيها أي يعني سبل للحياة الإنسانية البسيطة، حتى مية ولا أي معونة أكل أو حاجة زي كده. طيب حضرتك هل أنت شخصيا كنت في الأسر في أي وقت؟ أنا الحمد لله لم أقع في أيادي عصابات داعش إرهابية، لكن أنا عشت الحصار من يوم 3 آب إلى يوم 11 آب، أكثر من 7 أيام كنا في الأسر دون ماء أو طعام. وفي الأيام الأولى نحن سمعنا بموت أكثر من 80 طفل جراء هذه الأوضاع الإنسانية. الكبار بالعمر أيضا كانت هناك حالات وفاة.
كل أيزيدي كان محاصرا في الجبل لابد وأنه شاهد حالة وفاة أو أكثر من حالة أو حالات حتى الجرحى. أنا بنفسي شاهدت فتاتين جريحتين حينما كانوا يهربون قامت عصابات داعش برميهم في داخل السيارة وتم جرحهم وللأسف توفيتا. أنا في شاهدت هذه الحالة وحتى في الطريق أثناء هروبنا بعد ذلك كانت هناك وحدات حماية الشعب أو القوات الكردية التابعة إلى حزب العمال الكردستاني حاولت فتح ممر بعد 7 أيام من الحصار على كافة الأيزيدي. كنا في هذه المنطقة أكثر من 400 ألف إنسان أيزيدي كنا في المنطقة الجبلية في جنوب وشمال الجبل. طبعا هذه المنطقة الجبلية أريد أن أوصفها بشيء بسيط، هذه المنطقة هي منطقة جبلية وفيها وديان وتلول وهي منطقة يعني داعش ما كان يستطيع أن 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 يدخل بعجلاته إلى هذه المنطقة، ولذلك فعل كل ما تمكن منه، كان يرمي من الصواريخ والهاونات من البعيد على الأماكن تتجمع هذه العائلات. أكثر من 400 ألف إنسان إزيدي كان متواجد في هذه المنطقة في جبل سنجار بين الكهوف والوديان وهذه المناطق الجبلية هربا من داعش. وفي الحقيقة كانت هناك خسائر بشرية كبيرة، حالات وفاة لأطفال لجرحى كانوا جرحوا من بعد رميهم من قبل عصابات داعش الإرهابية، أيضا الكبار بالعمر الكثير منهم لم يستطيع أن يعبر الجبل خصوصا منطقة جنوب الجبل. أنا شخصيا عبرت المنطقة وأنا شاب في الحقيقة، واجهت صعوبة كبيرة لأنه كان الجبل مرتفع أكثر من 1500 كيلو، أقل منطقة فيها الجبل منخفض هي 1500 متر، وكان المفترض عليهم كانوا ملزمين بأن يقطعوا الجبل يصعدوا إلى الجبل من الجهة الجنوبية إلى الجهة الشمالية وهناك ينتظروا لحد أن يتمكنوا من العبور إلى الطريق. طبعا الطريق لم يفتح من الأيام الأولى، وأنما بعد مرور 7 أيام من محاصرة داعش الإيزيديين حاولت وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني كما ذكرت بفتح طريق بين منطقة سنجار ومنطقة كردستان سوريا أو منطقة سوريا اللي هي منطقة حسكة لفتح طريق. الطريق كان أكثر من 80 كيلومتر. أغلب الإيزيديين المحاصرين من هذه المنطقة عبروا، هذا كان عليهم أن يمشوا 80 كيلومتر لحد أن يصلوا إلى أقرب نقطة داخل سوريا، وبعد ذلك تكون قد خطر داعش قد أزيل عنهم. وحتى في هذا الطريق هناك ناس قتلوا بسبب الاشتباكات التي كانت تحدث بين وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني وبين عصابات داعش التي كانت تحاول بكل شكل من الأشكال وفي كل مرة باستغلال كل فرصة في لقتل الإيزيديين المدنيين وكافة الإيزيديين أطفال ونساء رجال كانوا يحاول قتلهم كلهم. أستاذ عيسى حضرتك كنت بتحكي، يعني أنا عايز أقول حاجة، إحنا مش لازم ننسى أنه هناك الكثيرين زي الأستاذ عيسى اللي عايشين بهذا الألم من الذكريات ومن الألام ومن الناس اللي فقدوهم، ولسه هنسمع أكتر كتير. حكينا في الكلام ده كتير وكلمنا عن بعض التفاصيل دي في 2014 و15 وإلى الآن لسه بنتكلم عنها، بس وحضرتك بتحكي أنا في ذهني كان يعني مشاهد هروب الأرمن أيضا، يعني ما هم عانوا نفس المعاناة. لو رجعنا بالذاكرة في التاريخ هنلاقي إن هناك الكثير من المشاهد اللي بيكون فيها يعني شعوب وناس وقبائل مسالمة وديانات الناس من ديانات أخرى بيهربوا أمام الجيوش الإسلامية بشكل من الأشكال، ويرجع يقول لك الإسلام ما انتشرش بالسيف. يعني anyway ما خليني بس أحب أذكر الجميع أنه ساعات النهاردة اللي بنشوفه ده هو مشهد واقعي حقيقي بتسجله الكاميرات وأصوات الناس اللي بيشهدوا في الموضوع ده، لكن لو رجعناه للتاريخ ونرجع بالذاكرة كده لكل الحروب اللي كانت من أيام محمد إلى اليوم هتلاقي أنه نفس هذا المشهد يتكرر بكل تفاصيله، وأنه نفس الداعشي هذا
اللي انتوا شفتوه النهارده في وسط الايزيديين هو هو نفسه، المسلم المناضل الفاتح، كل الكلام اللي سمعناه وخدناه في المدارس ده هو في الاخر يوصل الى مستوى هذا الداعشي، نفس الاعمال نفس الفكر نفس الدوافع. استاذ عيسى، حضرتك يعني كنت من المحظوظين انك تخرج من الوقت ده سالم، لكن هل فقدت يعني ناس كتير من اهلك انت شخصيا؟ نعم ست، بالاول اود ان اعلق على اباده الارمن. تفضل. في الحقيقه انت ذكرتي انه هذا الذي حدث على الايزدين تكرر مرات عده بالتاريخ، وبالفعل ضد الايزدين انفسهم تكرر اكثر من 73 مره، وفي هذه المره هي المره 74. حتى في اباده الارمن، في اباده الارمن انفسهم كانت هناك نفس العمليات ضد الايزيديين الذين كانوا في تركيا، وتركيا كانت من البلاد الاصليه للايزيديين. نعم. وحين هرب هرب الارمن والايزيديين مع بعض واحتضناهم ايزيديات جبل سنجار في عهد حموشر وباشا، وهذه حقيقه تاريخيه في عام 1915 وما بعدها 16 و17 و18 هرب الاخوه الارمن وكانوا مع الايزيديين الذين هربوا من تركيا وتحصنوا في جبل سنجار في مشهد مشابه لما انا مررت به. كنا نسمع هذه من التاريخ في التاريخ الايزيدي، ولكن ما كنا نتوقع انه سيحدث ما حدث بعد مئات السنين من الحكم العثماني الجائر. نعم. في الحقيقة سأعود على السؤال. في الحقيقة أنا خسرت والدتي الله يرحمها، توفت في الطريق أثناء محاولتنا من الهروب في الطريق بين الأراضي العراقية والأراضي سوريا من جبل سنجار إلى سوريا. توفيت هناك، مرضت هناك، وحاولنا انه نوصلها الى اقرب المستشفيات. كنا في منطقه في مستشفى منطقه ديرك في سوريا، ولكن للاسف توفت في يوم 11/8/2014. والدتي توفت، طبعا هناك اقاربي لحد الان، ابنه عمي هي اسيره ومختطفه، هي مفقوده في عصابات داعش الارهابيه، ومن أبناء عمومتي فقدت أكثر من 22 فرد. أنا بصلي إن الله يعطيك شفاء ويعطي الكثيرين اللي مروا بهذه الأمور زيك شفاء لقلبك. أستاذ عيسى، حضرتك يعني معرفش تعرف كتير عن المسيحية ولا لأ، لكن أنا أعرف أنه قلب الله يريد لك الشفاء ولكل الشعب الأزيدي، وبنصلي أنه يعني تذال هذه الألام والذكريات المريرة ويعود ليكم كل حقكم في اسم يسوع. خليني أصلي من أجلك ومن أجل الشعب الأزيدي قبل ما نكمل نتكلم في الأمر ده. اتأثرت جدا أنك تكون يعني شفت والدتك بتموت أمامك بسبب ده، فيعني الله يتدخل في حياتكم جميعا. يا رب احنا بنشكرك لانك اله صالح، بنشكرك لانك اب حنون ومحب، بنشكرك لانك انت خالق الكون وانت محب البشر، وانت يا رب من في يدك الشفاء القلبي الحقيقي. فانا بصلي من اجل الام الشعب الازيدي بالكامل، بصلي من اجل كل من رأى اهله بيموتوا، ابناء أهل، أب، أم، إخوة، خلان، خالات. بصلي من أجل كل أزيدية امتدت يديها إليها أيدي الشر، بصلي إنك أنت يا رب تزور الناس دي وترفع عنهم المشقات والألام اللي بيمروا بيها، وإنك تعيد المخطوفات. رب أنت وعدت إنك تناصر وتعين المحتاجين ليك في كل وقت، فاحنا بنصلي وبنرفع أيادي أمامك يا رب من أجل الشعب الأزيدي المظلوم في العالم كله واللي لسه في أيدي الدواعش. بنصلي إنك تعينهم اليوم وتخرج المأسورين يا رب في سلامك، في اسم يسوع صلي. أمين أمين. أستاذ عيسى تفضل. أمين. ست أماني، أشكرك على هذه المشاعر الإنسانية طيبة. طبعا أنا المسيحيون، الأخوة المسيحيون كانوا معنا في سنجار رغم قلة عددهم، لكنهم كانوا معنا
وفي الحقيقة الآن لو نتحدث الآن أعتقد هناك رجل مسيحي واحد عاد إلى سنجار، فقط رجل واحد، وكذلك الإيزيدين أغلبهم نازحين لم يعودوا. وأتذكر مشهد لمقاتل الإيزيدي حين تحررت سنجار في عام 2015، ذهب ورفع السليب على إحدى الكنائس التابعة للإخوة المسيحيين رغم كونها كانت مدمرة ولم يكن هناك أي إنسان فحادي حتى يكون معلوم. نعرف عن الإخوة المسيحيين، وكنا إخوة معا في سنجار، هم كانوا رغم قلة عددهم كانوا آشوريين، وكانوا حتى الأرمن كانوا متواجدين في سنجار. وانت قلت لي انه اسمك عيسى عشان والدك سماك عيسى لانك اتولدت في ميلاد المسيح، صح؟ صحيح، نعم. والدي سماني تيمنا بالسيد المسيح عليه السلام. طيب. انا ولدت في 24/12 ولهذا سماني عيسى. طيب، انا يعني سعيده بمعرفتك وسعيده انك ما زلت صوت قوي يناصر ويتحدث ويفتح الابواب لمعرفه الحقيقه وحريه اهلك وعيلتك. طيب حضرتك يعني كنت قريبا بتقوم بمهمه في العراق، بتزور، كلمني شويه عن شغلك النهارده في وسط مجتمعك. الحقيقة أنا أعمل يعني كل ما في جهدي في قضية المقتطفات، هؤلاء الذين في يد عصابات داعش لحد الآن، الذين لا زالوا في قبضة عصابات داعش الإرهابية. وهنا أمامي إحصائية دعيني أذكرها لو سمحتي. هناك أكثر من 2940 مقتطفة أيزيدية من اللواتي خطفتهن عصابات داعش الإرهابية بمساعدة الخونة من الجوار. لحد الآن هؤلاء المختطفات مصيرهن مجهول في الأراضي العراقية والسورية وفي أماكن أخرى. حتى كانت لدينا معلومات في هذه المعلومات يعني في عام 2017 كانت تردنا في عام 2016 عن وجود بيع أو بيع أيزيديات في مناطق بتركيا، وحتى أطفال الأيزيديين في مناطق في ليبيا، وتم بيعهم في مناطق كثيرة. أنا جل عملي يتركز على قضية المختطفات وكيف ممكن أن نساهم في إعادتهم، في معرفة الأماكن التي يتواجدن بهن. طبعا هن إذا يتواجدن بين عوائل الدواعش من الصعب جدا أن يقمن بأي عمل إلا وأن يكون هناك إسناد لهم في إخراجهم. والحمد لله فرق البحث الأيزيدية، أريد أن أذكر هذه النقطة أيضا، فرق البحث التابعة إلى مؤسسة البيت الأيزيدي في محافظة الحسكة السورية تعمل بجهود كبيرة جدا في البحث عن المختطفات، خصوصا في مخيمات الهول ومخيمات عيسى، لإخراج هؤلاء المختطفين بعد أن تم سحب عوائل داعش من معاقلهم تباعا الى منطقه الباغوس من منطقه الهجين، بعد ان تم سحب عوائلهم. ولحد الان هم يحتجزون نساء واطفال ايزيديين في سوريا في المناطق التي ذكرتها انا، في منطقه مخيم هول ومنطقه مخيم عين عيسى. طبعا منطقه مخيم هول هذا مخيم كبير جدا، نعم، يحتوي على اكثر من 72 ألف إنسان، لذلك عملية البحث تكون صعبة جدا، وعملية إخفاء الأطفال والنساء وأيضا تكون احتجازهم أيضا تكون عملية سهلة للعصابات الإرهابية، وتكون صعبة علينا أن نبحث عنهم كلهم. لذلك وحتى في منطقة أدلب، حتى في العراق قبل يومين كان هناك مؤتمر صحفي لناجية أيزيدية، وكان معها ممثل الأيزيدي في البرلمان العراقي وأيضا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان. هي قالت أنه هناك أيزيديات في مخيم، هي حددت المخيم، مخيم حسن شام في الموصل، هذه المناطق محددة، ولكن للأسف الحكومة العراقية ليس لديها أي نية
في البحث عن هؤلاء أو مساعدتهم للتخلص من عصابات داعش الإرهابية. نحن ركزنا على هذه النقطة، وأيضا أتمنى أن أركز على نقطة أخرى متعلقة بأطفال الأيزيديين. طيب هناك خليني بس يعني عايزة أقرأ تعليق جه على الفيسبوك دلوقتي، لأنه ده مثل الحقيقة لإزاي المسلم بيفكر لما يوضع أمامه حقائق على طول يهاجم. فالاتهام ده جاي لي انا وانت بقى يا استاذ عيسى، مش انت لوحدك. فبيقول بتقول الاخت السيده لولو حمد على فيسبوك، بتقول الكلام ده كله كذب ولا يموت الاسلام بصله. المسلم محرم عليه هذه الجرائم لان الاسلام دين اخلاق وليس دين همجيه. اما سلوكيات البشر فمعروفه منذ بدء الخلق، حينما قتل قابيل قابيل اخوه هابيل، وحينما طغى اليهود وعذبوا المسيح وحاولوا قتله، وحينما قامت الحروب الصليبية باسم الصليب وقتلت المسلمين واغتصبت نسائهم، فهذا ليس غريب عنكم. فالاتهام هنا أولا لحضرتك إنك بتألف وإن الكلام ده ما حصلش، واتهام لي أيضا إن أنا بتهم الإسلام بهذه الـ الأمور. ف يعني اتمنى تسمحي لي بالتعليق على هذا الكلام. طبعا الكلام موجه ليك، تفضل. نعم ست، تعرفين النازيون الالمان حين ارتكبوا تلك الجرائم بحق اليهود كانوا ينكرونها، كانوا ينكرون كل هذه الجرائم. نعم. حتى ان الدول المنتصره في الحرب العالميه الثانيه قامت بسحبهم حتى يشاهدوا بأنفسهم ما فعلوه في المقابر الجماعية وفي السجن ما فعلوه باليهود. صدقيني لو أنك أمثال هذه التي لا أعرف اسمها نسيتها، هذه التي علقت، صدقيني أمثالها لو الآن لو تذهبين بها إلى سنجار، وهناك أكثر من 77 مقبرة جماعية في سنجار، لو تقولين له هذه المقابر ما كان تندم أو ستشعر بالخجل أو بأي شيء انتجاهها أو لا. كيف كذب؟ هناك 77 مقبرة جماعية في سنجار، اذهبوا وصوروها وانظروا بأنفسكم إلى هذه المقابر. لا هو العالم صورها، احنا مش محتاجين نصورها، العالم صورها كله. أنا أطلب من هذه، أنا أطلب من هذه. رغم أني أدرك بأنه ليس فيها ذرة من المشاعر الإنسانية أو أنها ستندم، كما ضربت مثال النازيون الألمان، بعضهم كان هؤلاء النازيين، حتى هؤلاء النازيين بعضهم شعر بالعار بعدما شاهد بعينيه ما حدث. نعم. صدقيني لو الآن تجلبين هؤلاء إلى هذه المقابر بعضهم لن يشعر بالندم أو بأي شيء. ولأنه يعني طبعا نعم. احنا مش عايزين، انا مش هشخص السيدة اللي كتبت هذا التعليق، هي بتتكلم بالفكر اللي هي تشبعت به. الإسلام الذي تتكلم عنه هي يعني مازال يشبعها بالأكاذيب. نعم أنا أتفق معاكي على فكرة السيدة اللي كتبت دي، بقول أنا بتفق معاكي إنه البشر مسؤولين عن نتائج أفعالهم. قلنا في الحرب الصليبية مثلا، الحروب الصليبية اللي أنتوا بتقولوا عليها حروب صليبية، أنتوا بتقولوا إنه بتنسبوا ده للمسيحية، ولكن إحنا بننسب ده للبشر، اختيارات البشر. ولكن الفاصل هنا إنه هل المحرض هو الفكر الإسلامي، الشريعة الإسلامية، القرآن، هل هذا هو المحرض أم لا؟ المثل في محمد نفسه أم لا؟ هل كان في المسيح مثل لما فعلوا الصليبيين؟ لا أبدا، بالعكس. فده الفرق. هل في الكتاب المقدس المسيح أمر بده؟ أبدا، بالعكس. فيعني ياريت تفكري وتبحثي، وبلاش نبقى بنكرر كلام وإحنا أمام أوجاع وألام شعب بحاله، يعني ناس بتحاول تلم عيالها وبناتها من العالم كله، فكمان نرجع نقول لهم لا احنا ما عملناش كده وده مش الاسلام. يعني نفكر شوية. خليني ارجع لك مرة تانية. حضرتك قدمت لنا احصائيات معترف بها عالميا، ويعني مش انت اللي عاملها، لا دي مراكز إحصاء ودولية وعالمية هي اللي ادتك الإحصائيات دي. خليني أروح لقضايا النساء والأطفال الأيزيديين.
حضرتك سجلت لنا يعني مشاهد مع السيدة حلا، هل تحب تقول لنا يعني تعمل مقدمة للتسجيل بتاعك معها؟ يعني أتمنى أنه تعرضين وحتى وأعلق عليه. طيب خلينا نشوف الفيديو الأول، هي بتقدم نفسها عشان نعرف هي مين وإيه اللي عانته مع داعش، تفضل. اسمي حلا سفي العم، ناجية يزيدية، من مجمع تل قصب. في 3 آب 2014 الساعة 4 فجرا دارت هجمات كثيفة على المجمعات، ومنهم مجمع تل قصب، وأسلحة الدواعش كانت ثقيلة جدا وكانت تهاجم بشراسة، ودخلوا المجمع وحينما كانت الساعة 7 صباحا. فجميع العوائل اتجهت نحو الجبل أي منطقة تقني، وفي الساعة 3 بعد الظهر اتجهوا الدواعش إلى المنطقة وألقوا القبض علينا جميعا، وفرقوا النساء عن الرجال وقتلوا الرجال والشباب رميا بالرصاص ومن بينهم أبي وأخواني، وأخذونا نحن الفتيات والنساء وأطفال الصغار إلى منطقة تلعفر تابع صيدرتي. الشهادة دي شفناها بتتكرر يمكن بنفس التفاصيل لسيدات كتير، بيذكرني ده بالمشهد الشهير جدا اللي كان يمكن في مدرسة أو مجمع وهم بيفصلوا بين الرجال والنساء، ويعني الفيديو الشهير اللي موجود على الإنترنت دلوقتي. أخ عيسى تفضل تعليقك. سفيل هي ناجية يزيدية وهي شجاعة، وجعلت من نفسها ضحية لكي توصل صوت بقية الأيزيديات. نعم. هناك أكثر من 6400 أيزيدية تعرضت لما تعرضت له حلا، وربما بعضهم بصور أبشع. نعم. وبجرائم كثيرة. طبعا حلا هي شجاعة في قول الحقيقة. في الحقيقة أود أن أعلق، نعم هذا الفيديو كان في منطقة كوتشو، تم قتل كل الرجال. هذا الفيديو الموجود على الانترنت، تم قتل كل الرجال وجمع كل النساء في مدرسة كوتشو التي أصبحت الآن متحفا لتعليق وتعلق فيه صور الشهداء والضحايا. جمعوا هؤلاء النسوة في هذا المكان وقاموا بتوزيعهم على توزيعهن على بعض وسبيهن واغتصابهن، حتى الطفلة الصغيرة التي عمرها 6 سنوات و7 سنوات لم تنجو من جرائمهم بحقها. طيب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده. الوقت الذي أمضيته مع داعش، لقد أمضيت 2 و11 شهرا بيد الدواعش، أي قرابي 3 سنوات. البيع، لدي بعض الكلمات لكي أقولها عن بيع الإنسان بسهولة. اندهشت عندما سمعت سيبيعوننا كصبايا. لأول مرة أسمع هكذا شيء يحصل مع البشر، وخاصة في قرن 21. حيث التطوع، ولكن حدث ما لم يحدث في أي وقت أو مكان، وتم بيعني 3 مرات، وكل شخص يشتريني كان أقدر من الأول. شعوري عندما كان يسموني سبية لا يمكن وصف هذا الشعور، صعب جدا وصفه، أو أنه لا يقارن بأي شيء. موقف النساء الدواعش مع المختطفات كان سيء للغاية، كانوا يضربوننا ويهينون ديننا ويشتمون علينا ويمنعوننا عن الأكل إلا قليلا وليس دائما أيضا، أي كانوا يعطوننا ما تبقى من أكلهم الغير قابل للأكل، ولكن اضطرينا أن نأكل. سبب كل هذا لأن رجالهم تزوجوا منا. هنا أقول لكم كان ذلك غصبا عنا ولم تكن بإرادتنا. تعاملهم معنا كانت معاملة الحيوانات، لأنهم كانوا أقرب من الحيوانات،
وكنا كفار بالنسبة لهم، وكانوا يجبروننا على لبس الخمار وإجبرونا على الصلاة والصيام. مع كل هذا كان الأكل قليلا من الخبز اليابس وغيرها من الأكل المعفن غير صالح للأكل، ولكننا مجبورين على الأكل على أكلها. يعني تحية لكل امرأة مرت بده ولسه قادرة تقف وتتكلم وتدافع ويكون ليها رأي. يعني أنا عندي احترام كبير جدا لحلا وأمثالها، وبشكرها على استجابتها في أنها تضع نفسها هنا كمثل اللي مروا بيه الأزيديات. يعني الإنسان أستاذ عيسى لما تيجي تحط كده الناس في طبقات، فمثلا الناس المحترمة ما يكون عندهم ناس بتنظف في البيت مثلا، ما يقولوش عليهم، ما ينفعش نقول الخدام أو الخدامة، ما ينفعش، لأنه تقليل من إنسانيته، هو بيعمل مهنة مثلا، فما بنتكلمش عنهم كده. لكن ما بالك إنك تنزل بمستوى إنسانية الإنسان إلى درجة إنك تكون بتقول عليه عبد، أسير، شيء يستخدم، يسلب جميع ما له من إرادة، حتى يعني إرادته إذا كان عايز يعيش ولا لأ، كل حاجة تسلب منه. أوكي. تعليقك على اللي نعم. قالته حالة. نعم، في الحقيقة عندي تعليقين. التعليق الأول تعامل نساء الدواعش. أنا سمعت عندما كنت في العراق في عام 2015 سمعت شهادات الكثير من الناجيات. هناك ناجيات قلنا أنه حينما تم أسرهم وقتل رجالهم كان نساء هؤلاء الدواعش من الخونة يهللن ويوزعن الحلوى بقتل الإزيديين وبمناسبة أسر نسائهم، وهم كانوا يعتبرن هذا انتصار. يعني نساء الدواعش، نساء هؤلاء بعضهم بنفس قذارة الدواعش والبعض الآخر أقذر أيضا من هؤلاء الدواعش. تعامل النساء بالتأكيد، يعني سمعنا الشهادات الكثير من الناجيات، تعاملهم كان سيء جدا، ونفس التعامل الداعش ونفس الفكر ونفس الاعتقاد الذي كان عنده. أنا أريد أن بس أعلق على قبل ما نمشي من نقطة نساء الدواعش، أنا هعلق كمسلمة سابقة. ما يعني الصورة اللي موجودة في نساء الدواعش دول دي صورة لعصر محمد، كان محمد عنده زوجات وكان عنده أيضا الأسرة. نفتكر كده قصته مع مريم لما أو ماريا القبطية لما يعني حب ان هو يضاجعها وزوجاته قاموا ما يعني ما سكتوش عليه وكان اضطر انه يقايدهم. يعني ما فيش ست ترضى بده، ما فيش ست ترضى لا بزوجة ثانية ولا بأسيرة وسبية، زي ما بيقول تعليم القرآن إنه وما ملكت أيمانكم. وكل ده الإنسانية ترفض ده، مش بس الله، لكن الله الحقيقي يرفض ده تماما. الكل عنده واحد. تفضل. بالتأكيد الإنسانية ترفض، لكن هؤلاء يطبقون عقيدتهم. نعم. هؤلاء النسوة. نعم. يطبقون العقيدة وما يؤمنون بينهما علموهن أمتهم ورجال دينهم. نعم. نعم، أنا أريد أن أذكر عن قصة عن مهردة السبي الشهيدة جيلان برجس، هي أيضا كانت إيزيدية. حينما أسروها في الموصل، حينما كانت أسيرة عندهم بعد أن قاموا بقتل أشقائها طبيب ريزان وشقيقها الثاني أيضا كان مهندس، أنا كنت أعرفهم، كانوا من نفس منطقتي. حينما قاموا بأسرها هي استغربت ما الذي يحصل، قال لها أنت سبية، ما معنى سبية أنه سيتم اغتصابك وبيعك ويفعلن بك ما يشاءون. فقامت انتحرت في الحمام. هذه يعني السبي لم نكن نعرف معنى ذلك، لم نكن ندرك بأن هناك شيئا من هذا، ولكن هؤلاء بالتأكيد السبي وما غير ذلك هذا. نعم. من صلب اعتقادهم.
طيب خليني أنا ننتقل لقضية الأطفال. عندنا قضية الأطفال المطروحة دلوقتي على الساحة، عندنا أطفال يعني كانوا أسروا وهم أطفال واتبرمجوا داخل داعش، دول مش أولاد، مش أولاد الدواعش، لكن في بعض هؤلاء الأطفال أسلموهم في داخل داعش وأصبحوا أدوات حرب. عندنا النوع الثاني من الأطفال الحقيقة دول اللي يعني أولاد المغتصبات، إذا كان معروف أولاد أبائهم أو لا، يعني الحقيقة دي مشكلة كبيرة جدا، لأن منهم أطفال موجودين مع أمهاتهم ومنهم أطفال المجتمع الأزيدي رفض أن هم يكونوا موجودين في وسطهم، أو حتى اللي موجودين مع العمام الخلان كده عايزين، القانون بيقول أن هم لازم يتبعوا الدين الأب. فمن وجهة نظركم أنتم إزاي ده بيأثر على مجتمعك اولا، وانتوا يعني ايه الحلول اللي انتوا عايزين تطرحوها؟ تفضلوا. نعم، انا اود ان اعلق بالاول على قضيه الاولى، قضيه الاطفال الايزيديين. هؤلاء الاطفال هم ايزيديين من اب وام ايزيديه، بعد ان تم اسرهم مع عوائلهم وقتل عوائلهم الاب والام وبيعهم في اسواق النخاسه. هؤلاء الاطفال البعض هم أكثر من نوع فرع أو قسم، بعضهم رجع بالفعل وهو يفكر يحمل أفكار داعش ويكفر عائلته، وحتى بعضهم الآن يعالج في مدارس أيزيدية دينية، يقوم بعض الرجال الأعمال الأيزيديين بإنشاء هذه المدارس وبإعادة دمجهم في المجتمع. النوع الآخر هؤلاء الأطفال المفقودين بحسب هذه الإحصائية، وهذه الإحصائية جميعها صادرة من المديرية العامة للشؤون الأيزيدية وهي معتمدة لدى الكثير من المنظمات الإنسانية وحتى عند الأمم المتحدة. بحسب هذه الإحصائية هناك أكثر من 1500 طفل أيزيدي لا زال مصيره مجهولا. هؤلاء الأطفال البعض منهم في منطقة الموصل وفي المناطق الأخرى من العراق ومن سوريا قامت عائلات الدواعش بتغيير لغتهم ودينهم وحتى هوياتهم الشخصية التي كانت تحتوي على أسماءهم، قاموا بتغيير كل هذا، وبالتالي يتم إخفاء هؤلاء الأطفال بهذه الطريقة واحتجازهم لحد الآن عند هذه العائلات الداعشية. هذا هو النوع الأول. النوع الآخر ذكرناه هم الأطفال الذين يعودون أغلبهم يحمل أفكار داعش، وهناك أكثر من 2700 يتيم أيضا من جراء غزوة داعش من طفل أيزيدي يتيم، هم من آباء وأمهات أيزيديين. بالنسبة للقضية الأخرى، قضية أطفال الاغتصاب الذين نتجوا من اغتصاب عصابات داعش الإرهابية للنساء الأيزيديات، هذه القضية في الحقيقة هناك أكثر من جانب في هذه القضية. أولا في القانون العراقي، في قانون الأحوال الشخصية هناك مشكلة، حتى الذي هو أيزيدي من أب وأم أيزيدية حين يختفي والده يفقد أو يسلم يتم محاولة أسلمته، وهناك الكثير من الأيزيديين هاجروا مع أطفالهم بسبب هذا القانون. يعني أنتوا يعني بتواجهوا نوعين من الأسلمة، أسلمة فكرية لهؤلاء الأطفال اللي خطفوا منهم، وحتى قانونية، وأسلمة قانونية لبنات أو أولاد هؤلاء الأولاد المغتصبات. لا فضلا عن أولاد المغتصبات، حتى الذين هم أيزيديين من أب وأم الأيزيدية حين يكونوا قاسم يفقدوا أبهم أو أمهم، هذا القانون هناك الكثير من هذه الحالات ويتم في أسلمة الأيزيدين. نعم. هناك الكثير من الأيزيدين هاجروا. نعم. بسبب هذا القانون المجحف بحق الأقليات. يعني خلينا نكون واقعيين يا أستاذ عيسى. نعم. المشكلة الآن أنت مش بتواجه قانون، أنت تواجه ديانة وشرع. أنت تواجه الشرع الإسلامي وليس القانون العراقي، وعلى المسؤولين الآن إن هم يروا يعني هذا الشر الكبير. الإجبار عامل أساسي في الديانة الإسلامية، أشكاله كتيرة بقى، يعني حطه في أي شكل وأي إطار، واجب علينا إن احنا نفكر في هذا الأمر كمجتمعات متحضرة إذا أردنا أن نرتقي ها
ها بالإنسانية يجب إن إحنا نبتعد تماما عن هذا الشرع يعني اللي بيجور على حقوق الناس. تفضل. نعم، نواجه المشكلة في القانون بالتأكيد، هي مشكلة لأنه تم زج نصوص من الشريعة في هذا القانون، والقانون يخضع إلى الشريعة. أصلا القانون العراقي هو في المادة الثانية، ثانيا لا يجوز سن قانون يتعارض مع أحكام وضوابط الإسلام، ويتم حتى زج فقهاء الإسلام في المحاكم، وبالتالي حتى المحاكم المدنية يتم زجهم فيها، وبالتالي النصوص تؤثر على القانون، النصوص الإسلامية تؤثر على القانون، وبالتالي الأقليات الدينية في العراق تواجه هذه المشكلة أيضا. أنا سأعود إلى أطفال الاغتصاب، هذه القضية بما أنه لدينا مشكلة في القانون وأيضا حتى من الناحية الاجتماعية، مثلا نحن لا نستطيع أن نسيطر على مجتمع كامل نصف مليون إنسان، يعني الطفل لأب داعشي يكون بين المجتمع، يعني بالتأكيد هناك الناس ستشعر بالظلم، لأنه هذا والده هو الذي قتل أهله وفعل به ما فعل. ولذلك نحن اقترحنا حلا حتى نبعد المسألة القانونية المرتبطة بالشريعة، وأيضا المشكلة الثانية حتى نحل هذه الإشكاليات، نحن اقترحنا أن يتم ترحيل هؤلاء الأطفال مع أمهاتهم إلى دول تحترم كرامة الإنسان وحقوق الإنسان بغض النظر عن الدين والقومية أو الهوية أو أي شيء آخر. هذا هو الاقتراح الذي تقدمت به الكثير من منظمات الإنسانية الإسلامية بعد بحث طويل، وحتى نحن نؤيد هذا الاقتراح. أنتم مجتمع بيعاني من الكثير من الألام الموجودة داخله من الذكريات المريرة واللي كل اللي فقدتوه، لكن أنا بصلي إن الله يعني يجعلكم يعني بؤرة للسلام والسماحة، وإنكم تبدأوا أنتوا بنفسكم في قبول هؤلاء الأطفال وأمهاتهم وبناء مجتمع يحترم الإنسان في داخل المجتمع الأزيدي أيضا، لأنه الأبواب مش كلها مفتوحة يعني للهجرة الآن، لكن أنا بصلي من أجل أن الله يفتح ده في وسطكم، لكن اقتراحك مسموع الآن، وبنصلي أن الله يجد ليهم مخارج عملية ومخارج روحية أيضا تعينكم. عايزة أنتقل أرجع تاني مرة تانية لحالة وأسمع يعني مع شهادتها كان ليها نداء إنساني أيضا، فخلينا نشوف الفيديو الأخير. تفضل. كثار ناس يسألوني هل أجبرتم على الإسلام؟ نعم نعم أجبرونا على الإسلام، وقتلوا من لم يسلم، وذلك لم تكن بإرادتنا، كان خوفا على حياتنا. ورسالتي إلى المنظمات الإنسانية والدول الأوروبية وأمم المتحدة، لا زال آلاف من الرجال والنساء والصغار مختطفين ويعانون التعذيب والاغتصاب والقتل، والعشرات أو بالمئات منهم في مخيم هول سوريا مصيرهم مجهول، والآلاف من العوائل يعيشون في مخيمات لا زال مصيرهم مجهول. فنناشد بالتحرك لإنقاذ ما تبقى منا من تحت الظلم، كوننا أقلية في العالم والعراق خاصة، انقذونا وانقذوا مخطوفاتنا. أمين، الرب يفتح الباب لأنه يسمع ندائك ويستجيب العالم لمساعدتكم. أخ عيسى أنا بشكرك على وجودك معايا وعلى المعلومات القيمة جدا اللي قدمتها، ياريت تقول لنا في الدقيقة الأخيرة دي لأنه خلاص البرنامج وقته انتهى، نداء قلبك اللي انت عايز تقدمه النهاردة. يعني أنا في الحقيقة كل ما أريد أن يساهم العالم والمجتمع الدولي في إنقاذ ما تبقى من المختطفات الأيزيديات وارجاعهن إلى ذويهن، هذه هي قضية الأكبر، وهي إعادة هؤلاء المختطفات من نير هذه العصابات الداعشية وعائلات الدواعش والمساندين لهم. أمين، أنا بشكرك على موقفك الإنساني وعلى يعني عملك الإنساني الواضح، ربنا يباركك وأشكرك على وجودك معنا. أمين. شكرا جزيلا لك يا ست. يعني تعليقي الأخير أنه الإجبار عامل أساسي في الديانة الإسلامية وأشكاله كثيرة جدا بنشوفها، زي ما قلنا في يعني أنك
تفرض فكرك على ثقافة بحالها، فتغير شكل الثقافة وتدمرها. يعني في أشكال كتيرة تكلمنا عنها، بس عايزة أقول لكم حاجة تفكروا فيها. ديانة بلا عقل ولا اختيار تساوي استعباد، عبودية ملهاش أي حل تاني. ديانة بلا قلب ولا اختيار تساوي آلات دمار. والدين الإسلامي دين لا يسلب عقل الإنسان فقط، ولكن أيضا للأسف يسلب الإحساس وشعور القلب. ودي يعني عندما يتحول الإنسان اللي عايز يتقرب من الله إلى شخص يدمر باسم الله، لأن عنده أدوات وضعها هذا الإله أمامه، فيموت قلبه. مش بس أنت بقيت خارج عن نطاق التفكير والاختيار العقلي والفهم والكلام ده كله، لكن أنت أيضا خرجت من هذا الإطار إلى إطار أنك فقدت قلبك ومشاعرك الإنسانية. أرجو إنه هذا يعني شيء تفكروا فيه. ديانة بلا قلب ولا اختيار تساوي آلات دمار. الاستعباد والدمار والشر والقتل كلها أدوات الشيطان. أما الله الأب الحقيقي محب البشر اللي عايز يكون في حياتك ويشفي قلبك ويؤثر في حياتك، فده مش طريقه بالمرة. لأنه يعني صورة الأب اللي موجودة في وسطنا كبشر ساعات بيشوهها الشيطان، لأنه الأباء لا يعتنوا بأولادهم بصورة صحيحة وحقيقية كما يريد قلب الله. لكن في أب حقيقي واحد، أبوك السماوي، اللي خلقك عشان هدف، اللي خلقك عشان تكون بركة، اللي خلقك علشان بيحبك ولأنه ليه يعني خطة في حياتك. هذا الأب يدعوك اليوم إنك تكون ابن لي. في فرق، الكتاب بيقول كده إنه في فرق بين الابن والعبد. الابن يفضل في بيت أبوه والعبد يخرج من البيت، ما هوش مالك البيت، في يوم من الأيام هيخرج أو لا يملك شيء في البيت حتى لو فضل فيه. فالنهاردة أنا عايزاك تبص لصورة الله الآب الحقيقي اللي لا يجبرك على شيء، بل يحبك فيقربك حبه لي. الله الأب الحقيقي الخالق الذي يدعوك اليوم إنك تقدم ليه قلبك فيعطيك شفاء من كل الألم اللي انت مريت بيها. إذا كنت كنت ما تعرفوش مين أبائكم الأرضيين وعايزين تجبروا على ديانة انتم مش راضين بيها، فالجأوا للرب يسوع المسيح الآن وقولوا له يا رب احنا عايزين نلجأ ليك انت، فتفتح لينا أبواب النجاة وتشفي قلوبنا وتلم شمل عائلتنا مرة أخرى فنصبح أبناء ليك. بصلي من أجل الشعب الأزيدي وبشكركم كثيرا على استماعكم، وبشكر كل من يقدم يد المساعدة لهذا الشعب، ويعني أرجو إن احنا نستمر في الصلاة من أجلهم. وأشكركم على الحلقة النهاردة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة.